بناتي وأبنائي التلاميذ أرحب بكم إلى هذه المرافقة البيداغوجية في مادة التفكير الإسلامي الموجهة إلى تلاميذ السنة الرابعة آدابا أنا رضا بن رجب أستاذ بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانا المعهد النموذجي محمد فرج الشادي تحت إشراف السيد فايد الكرعاني متفقد عام للتربيه أقول مرافقة بيداغوجية معاضدة لجهود زملائي في المرافقات العلمية والدروس العلمية التي قدموها من جهة ومن جهة ثانية لاعتقادنا أنه لا يمكن الفصل بين المعرفي والمنهجي في مادة التفكير الإسلامي على اعتباري أن المنهجية ضرورية للتلميذ لكي يبلور موقفه من المعرفة تحقيقا لأهداف وغايات وفلسفة مادة التفكير الإسلامي لأجل ذلك اخترت أن تكون هذه المداخلة منهجية بالكامل ومن جهة ثانية اخترنا لها عنوانا يتطابق مع صفتها وهو منهجيه بناء المقال وتحليل النص في ماده التفكير الاسلامي. لكن استسمحكم في الوقوف مع مقدمه لا بد منها. نطرح من خلالها سؤالين ونحاول ان نقدم في شانهما إجابة أو تصورات نؤصل بها لفعل المنهجية في الممارسة التربوية ونحدد بها مكانة المنهجية في برامج التربية والتفكير الإسلامي نعرف أولا أو نحدد ماذا نعني بالمنهجية المنهجية كما يعرفها علماء المنهج هي تمشي عملي واعي يسلكه التلميذ في معالجه اختباراته الكتابيه انشاء اذا كان الامر متعلقا بالمقال او تحليلا اذا كان الامر متعلقا بالنصوص وفق خطوات وقواعد متواضع عليها بمعنى متفق عليها بين اهل الاختصاص ووسائل عمل يجب استخدامها ومواصفات لا بد من توفرها بقطع النظر على الجوانب التقنية أو الفنية لهذا المفهوم الذي سناتي إليه لاحقا في الشرائح القادمة فنتكلم عن الخطوات وعلى الوسائل والآليات وسنتكلم عن المواصفات المضمونية والبنائية وهذه الأشياء فما يهمنا في هذه في هذا التعريف هي إبراز القيمة العلمية للمنهجية بما هي مسلك ضروري للتعاطي مع المعرفة بصفة عامة ومدى التفكير بصفة خاصة هل مادة التفكير محتاجة لمنهجية تعتمد في مجال التقييم أم لا بد أن نذكر بطبيعة المد لأن ثمة تصورات لدى البعض بما فيهم التلاميذ أن مدى التفكير هي مجرد كم معرفي يحفظه التلميذ ثم يسرده في الامتحان وينتظر الأعداد وفي الواقع هي مادة مستأمنة في غائيات برامجها أو في غايات برامجها على جملة من الوظائف التعليمية الكبرى وتختزل أو تختصر في تمكين المتعلم من تملك طريقة في التعامل مع الأفكار والمواقف. بخلفيتها الدينية والحضارية والفكرية. وهي بدورها تنمي الحس النقدي عند التلميذ في تقليب المواقف على مختلف وجوهها في العلاقة بالموروثات الدينية والحضارية والفكرية أيضا. وبالتالي تحدث نوعا من القدرة لدى هذا التلميذ على تنسيب الافكار والمواقف والفهوم المعروضه عليه من خلال ربطها بظروف نشاتها واسبابها وعواملها وسلاحه هنا العقل والمنطق والعلم والواقع. بناء على ذلك ماده بهذه الرهانات وبهذه التصورات وبهذه الاهداف هي معنيه بقواعد واضحه لتحقق هذا الابعاد في المنتوج التحليلي. للتلميذ آه نتعاقد لا بد من التعاقد نتعاقد على تمشيات اولا عندنا جزء يتكلم على منهجيه المقال في مستوى المقدمه شريحه خمسه في مستوى الجوهر شريحه سته في مستوى الخاتمه الى حدود الشريحه تسعه ثم سنشتغل على منهجية تحليل النص ونبين الفوارق بينها وبين تحليل المقال وكذلك نقاط التقاطع والتكامل ثم سنقف عند لا يمكن أن نتحدث عن منهجية دون أن نتكلم عن ملاحظات في المنهجية يستفيد منها التلميذ في عمله المنهجي نبدأ إن شئتم بالمقال فنتكلم عن منهجيه بناء المقال. المقال هو سؤال قصير او نص مقتطف او مبتكر مذيل بمعطى بمطلوب اسف وهل مطلوب هذا؟ هو في واقع الامر يوضح للتلميذ المطالب المضمونيه ويحدد طريقه المنهجيه في التعامل مع ذلك المقال. ما هي الخطوات المنهجيه للمقال في للمقدمه في المقال، المقال تتك... المقدمه تتكون من ثلاث مستويات اساسيه. المستوى التمهيدي ويشترط ان لا يكون طويلا جمله او جملتين كافيتين وانا دائما اقول ان المستوى التمهيدي في النصوص في تحليل النصوص وفي بناء المقالات هو بروتوكول منهجي والبروتوكول المنهجي يشترط فيه الدقه والتلطف بالتالي لأن في نهاية الأمر الغرض من الأصول إلى الموضوع الغرض منه الأصول إلى الموضوع فلا بد أن يكون ملائما نتحاشى فيه العموم ونتحاشى فيه الإسقاط والمجانية وكفكرة فقط نعطيها للتلاميذ بالإمكان أن ننطلق فيه من فكرة يتفرع عنها الموضوع أو من واقع معيش يساعد على المشكل ويشترط في هذه الفكرة التي يعني سننطلق منها تكون قريبه اي من جنس المطلوب مثلا نعطي مثال اذا انت يعني طرح عليك مقال يتكلم على حريه في العقيده الاسلاميه حريه الانسان في العقيده الاسلاميه فيفترض انك تنطلق من الاشاره ان هذا المشغل الفكري اشتغل عليه في كل المنظومات الفكريه والعقائديه والفلسفيه في التاريخ وهذا ما يسهل علينا ان ننزل المقال في سياقاته الإشكالية فننزل قال وأقول في هذا السياق يتنزل المقال المقترح بالبحث في طبيعة حرية الإنسان في العقيدة الإسلامية أو ضوابطها أو ما بالتالي تكون يكون هذا التمهيد قد أشر أشر على السياق الذي ينزل فيه المقال وأشر على إشكالية المقال ثم بعد ذلك نمضي إلى تفريع الإشكال وتفريع الاشكال يتم في من خلال اسئله متراتبه ويشترط فيها ان تكون محدوده العدد وكل سؤال يؤدي منهجيا وبالضروره بضروره المنطق الى السؤال الذي يليه دون الوقوع في التكرار ودون الوقوع في الاستطرادات وهذه الاشياء وان كان في واقع الامر يستحسن أن ننطلق من سؤال الرئيس ثم نحتفظ ببقية الأسئلة فنقسم بها جهدنا التحليلي وتنظيم فقرات التحليل بناء على ذلك نكون قد كتبنا المقدمة وفرغنا منها وننتقل إلى الجوهر وهو يتكون من مرحلتين كبيرتين التحليل أولاً ثم النقد ثانيا او النقاش، نبدا بالتحليل. يحتوي هذا الجزء على عده خطوات تتماشى مع العناصر الكبرى للتخطيط، والتخطيط سياتي بيانه في شريحه خاصه به لاحقا، سنتكلم على مفهومه وابعاده ووظائفه. يجب ان تكون العناصر متدرجه بطريقه منطقيه يؤدي الواحد منها الى الاخر. دون نشاز او تكلف كما اسلفنا ويمكن الانتقال بواسطه السؤال الفرعي كمثال كل عنصر يشتمل على مجموعه من الفقرات او الفقرات يتساوى عددها مع المسائل الفرعيه للعنصر الواحد وكل فقره ينبغي, ينبغي ان تحتوي على فكره واحده لا اكثر ويقع تحليلها والاستدلال عليها والاستشهاد عليها بالمثال او بهما معا جوهر الموضوع ليس عرضا للمواقف أو استعراضا لعضلات فكرية إن صح التعبير أو تكديس للمعلومات بقدر ما هو تحليل يفرز وينتج معارف مبرهن عليها وعلى صحتها على الأقل من وجهة نظري صاحب المقال قد يكون ذلك صحيحا وقد لا يكون صحيحا، قد يكون سليما وقد لا يكون سليما ولكن يكون صاحب التحرير قد عبر عدد أقل على جاهزيه منهجيه وان لم يوفق في استعمالها. الشواهد الشواهد وهي ميزه المنهج في التفكير الاسلامي، ماده التفكير الاسلامي تتميز بانها ماده فيها قوه في البرهنه وفي الاستدلال وفي الاستشهاد. و فالشواهد ضروريه وهي مفيده بشرط ان لا تحشر بطريقه عشوائيه او تطغى على التحليل والا فماذا يعني ان نضع يعني ثلاثه او اربعه نصوص استشهاد في مكان واحد من الموضوع وندعم بها فكره واحده في الموضوع الا التكديس وكتابه ان صح التعبير موضوع موازي في حد اذا عشوائيه او تطغى على التحليل في حد ذاته بحيث يصبح المقال في حاجه الى جهد اضافي جديد كي يفهم يجب تنويع الشواهد والمراوحه بين الشواهد العقليه الشواهد الواقعيه اي الامثله من الواقع الشواهد الفكريه ويستحسن نسبتها الى اصحابها كذلك النص الديني وهو ميزه الماده ومرجعيتها والإحصائي وكل ما يمكن انه يدعم فكره من افكار النص، كل ما يمكن ان يدعم فكره من افكار النص. النقد النقد في واقع الامر اللي هو بعباره اخرى النقاش يتكيف النقد مع طبيعه الموضوعي او المقال المقترح المقالات بصفه عامه في مناهج العلوم الانسانيه والاجتماعيه والأدبية أنواع نحن في مدى التفكير الإسلامي نشتغل على أصناف من الموضوعات نتكلم عن موضوع جذري نتكلم عن موضوع ثنائي وعن موضوع استقرائي وبعضنا يذهب إلى حتى صنف رابع من هذه الموضوعات لكن بصفة عامة المسألة هذه يعني مسألة فيها اجتهادات وفيها قراءات الموضوع الجدلي التحليل ينصب فيه على تاكيد الاطروحه وذلك بتبني الاطروحه والدفاع عنها وتوفير الادله واقامه الحجه عليها والبرهان قدر المستطاع بقطع النظر عن الموقف الشخصي ويبدا النقد فيها من نقد الاطروحه وابراز ثغراتها ونقاط ضعفها وكل ما يعني يؤدي الى بناء موقف جديد من المطروح بالتالي لا بد من إقامة الحجة والدليل دون انحياز ودون تعسف ودون عاطفة التحليل العلمي المنهجي لا يعترف بالعواطف ولا بالانحياز ولا بالتعسف كما سيأتي كذلك بيانه لاحقا خاصة في تحليل النصوص الموضوع الثنائي هو الخروج منهجيا نتكلم دائما ولدينا شريحة أخرى في هذه الموضوعات سنتكلم بالتفصيل ونعطي الامثله هو الخروج بنتائج المقارنه من حيث هي تشابه او تكامل او تعارض بين المعطيين المتوفره في المقال مع الادله المنطقيه والعقليه والواقعيه والاكتفاء بذلك وقلنا سنتوسع لاحقا في هذه النقطه الموضوع الاستقرائي الذي يتتبع مفاصيل الفكره ويحللها ويقيم عليها الشواهد والأدلة هو في النقد حصر نتائج الاستقراء وربطها بالقضية المطروحة مع تنسيب المواقف والأفكار والأراء الخاتمة هذا جزء مهم من الموضوع لأنه يشكل الانطباع الأخير للقارئ والمصحح فهو يمثل نتيجة البحث ويمكن بناءه في مستويين المستوى الاول هو مستوى استخلاصي اي خلاصه النتائج تقديم نظره تاليفيه مختصره للنتائج التي تم التوصل اليها في جوهر الموضوع دون ان نكرر ما جاء في جوهر الموضوع فتح الافاق وهي ميزه اخرى يعني تميز ماده التفكير الاسلامي لانها ماده منفتحه على الواقع ومشاغله ومشكلاته وقضاياه الفكريه والوجوديه خاصه في باب العقيده فتح افاق جديده تربط باشكاليات ذات صله بالمقال المقترح واكثر التصاقا بواقع المجتمع والى غير ذلك ما يمكن ان يفتح عليه بشرط ان لا تكون ان لا يكون هذا الفتح متكلفا او غير منطقي او فيه من التكرار وفيه من التناقضات مع ما جاء في التحليل ما لا يقبله عقل ولا منطق بناء على ذلك اذا عندنا هنا نقطه منهجيه في واقع الامر هي نقطه على الحساب لانه عندنا قسم الثالث كما تعاقدنا هو قسم منهجي بالكليه لكن هنا يعني ونحن نتحدث عن المقال اردنا ان نخص المقال بنقطة منهجية نشرح فيها صيغ الأسئلة ومناهج تناولها يعني الخاصة بالمقال عندنا أنواع المقالات المتاحة في مادة التفكير الإسلامي عندنا مقالات جدلية ومقالات ثنائية ومقالات استقرائية ولكل منها صيغ في السؤال ومنهج في التناول وسنعطي أمثلة لكل منها نبدأ بالمقال الجدلي ما هو يعني كيف نتعرف على طبيعه المقال في نوعية السؤال المقال فيه معطى ثم سؤال السؤال اذا كان السؤال بصيغه ناقش هذا الراي او حلل وناقش او حلل وابدي رايك فهو مقال جدلي اي فيه جدل وفيه تنوع وتعدد في المواقف والاراء واخذ ورد داخل المنظومه الفكريه الخاصة بالتفكير الإسلامي نفسه او بينها وبين بقية المنظومات الفكرية الفلسفية والفكرية الاخرى وهذه الاشياء على ماذا يقوم منهج التناول؟ يقوم على عرض الاطروحة كما سبق وان اشرنا قبل قليل على عرض نقيض الاطروحة وفي كل في كل مرة نقدم الحجة والدليل ويقوم على التاليف والتوفيق بين ما يمكن ان يوفق بينه التوفيق بين الاطروحه ونقيضها، بين الاطروحه ونقيضها بتبين عناصر التوافق بينها بين الاطروحتين. مثال نشتغل من خلال مثال، مثلا هذا احد الموضوعات التي طرحت حديثا في امتحان البكالوريا اظن 2017 يرى بعضهم ان الشريعه الاسلاميه كامله فهي ليست في حاجه الى التطور انما يتطور النقص هذا المعطى هذا المعته. السؤال حلل هذا الراي وناقشه هذا المعطى في صياغته واضح جدا انه جدلي وانه يعني يحتمل اكثر الراي ونقيضه الراي ونقيضه انت ستتبنى فكره كون الشريعه الاسلاميه شريعه مكتمله غير قابله للتطور وبالتالي تتبنى هذا القول وتستميت في الدفاع عليه بالحجة والبرهان كأنك أنت صاحبه ومتبنيه طبعا ثم حدود معينة منطقيا في ما يقوله ما تقوله الأطروحين توقف عندها ثم في نقيض الأطروحة ستقول عكس ذلك تماما لأنك ستتناول مثلا من زاوية ثانية ستتناول من زاوية ثانية وبعد بنفس الأسلوب من الحماس ونفس اسلوب من التبني والنزاهه والموضوعيه العلميه والدقه المنهجيه ستناقش اي انك ستحاول ان توفق، نعم الشريعه الاسلاميه ثابته في قيمها الكبرى ومقاصدها العليا ولكن في تطبيقاتها وفي نماذجها وفي اسقاطها على الواقع هي هي نقص معنى النقص هنا أي أنها قابلة للتحولات وقابلة أنها تنفعل بالواقع وتتأثر به وتتأثر به وبالتالي فهي نقص الموضوع الثنائي وبنية الكلمة توحي بثنائية الأفكار هو ذلك السؤال أو المقال الذي يذيل بسؤال كيف تبدو لك العلاقة بين كذا وكذا أو قارن أو ميز بين كذا وكذا أو علق على الرأي الفلاني أو المقال العلاني منهج التناول هو ابراز نقاط التشابه والاتفاق وابراز وجوه الاختلاف والتباين ثم الخروج بنتائج المقارنه من حيث كونها متج... من كون تشابه أو تكامل أو تعارض مثال ذلك مقالة في مسألة القدر ما بين الجبر والاختيار فلسفة للوجود ورؤية للإنسان. فلسفة للوجود ورؤية للإنسان. بين عناصرهما، عناصر الرؤيتين أي عناصر رؤية الجبري أو مقالة الجبري ومقالة الاختيار ثم علق على كل رؤية من هذين هاتين الموقفين من حرية الإنسان. وبالتالي سيكون لك يعني رأي في هذه العلاقة و باش تبين عناصر الجبر مكانة الإنسان في مقولة الجبر كيف تبدو وبناء على ذلك ما طبيعة الحياة في ظل تلك الرؤية إنسان مسلوب الإرادة ريشة في مهب الرياح لا حول له ولا قوة عالم لا غامض في في وجوده وفي وظيفته وفي منشئه وفي مآلاته وفي مصيره وفي المقابل مقولة الاختيار التي تتحدث عن انسان مسؤول قادر مستطيع مسؤول عن افعاله قادر ان يصيغ الاشياء وفق ارادته وفق استطاعته ومشيئته الى غير ذلك وفي كل في كل مره يعني تصدر احكاما او تبين موقفا كذا في نهايه الامر ستعلق بما تراه انه مناسب في في الانتصار للجبر او الانتصار للاختيار او انك تجد مخارج للجبري وقبولا الاختيار فهذا كله متوقف على قدرتك في التحليل وقدرتك في النقاش كذلك عندنا موضوع ثالث او نوع ثالث من الموضوعات هي الموضوعات الاستقرائيه وهي التي عاده تبنى على صيغه سؤال الى اي حد او الى هل يصح او الى اي مدى وهذا النوع من المقالات ينتهج فيها وصف الفكرة وتقصي جزئياتها ثم التعليق وتبيين الأسباب والدوافع وفي مرحلة النقد نحصر النتائج ونربطها بالقضية المطروحة ويتوقف عملنا التحليلي إلى هذا مثال ذلك إلى أي حد يمكن أن يساهم الفكر الإسلامي المعقل في التأسيس لكونية تشاركية والحد من الثقافة المهيمنة المهيمنة الثقافة المهيمنة إذا هناك تنسيب للمواقف هناك ضبط بحدود القول فالمقولة لا يمكن أن تكون بإطلاق كل مقولة بحسب هذا النوع من الموضوعات لها حدود ولها يعني من المنطق والمعقولية وإكرهات الواقع إكرهات الواقع هذه النقطة المنهجية ننتقل من خلالها إلى الحديث عن منهجية تحليل النص سنعرض هي المادة غزيرة نوعا ما لمحالة ونحاول أن نختصرها قدر الإمكان لأن المطالب المنهجية للنص قد تكون أكثر تفصيل من المقال تكلم عن المكونات والتمشيات وسنبرز بعض الملاحظات المنهجية لنوجه بها عمل التلميذ من الناحيه المنهجيه، وعلى فكره فان حديثنا في المنهجيه ليس درسا وانما هو توجيها وتاطيرا اكثر منه درس علمي او درس كذا. اولا هو مدخل المقدمه وتتضمن مدخلا يحدد الاطار العام للموضوع ويتضمن تنزيلا للنص المقترح في سياقه بذلك الاعتبار. تقديم النص بذكر صاحبه والاثر او الوثيقه التي اخذ منه دون اطاله ولا اسهاب لا رقم صفحات ولا رقم طبعه ولا مكان الطبعه هذا كله غير قابل للتقييم ولا يعطي قيمه قيمه علميه او قيمه قابله للتقييم بالنسبه للموضوع وفيه اطاله كذلك ومضيعه للوقت ثانيا تحديد المشغل الرئيسي للنص بعد القراءة الدقيقة والاستهداء بالبرنامج الرسمي والدروس التي درسها التلميذ ومقاصده وغاياته وأهدافه كي لا ننساق إلى جزئيات وتفاصيل ليست مقصودة حتى إن وجدت بطبيعة في النص في الدلالة على المعنى دون إطالة ولا استطراد ثم كعنصر انتقادي بين جوهر بين المقدمة والجوهر فنحدد خطوات المعالجة اما من خلال استلهام اسئله من روح الاسئله التي ذويل بها النص او من خلال عرض لعناصر التحليل او الخطه المعالجه التي اعددتها انت في قراءتك الخاصه للنص وسياتي بيانها في شريحه التخطيط. هنا ملاحظات تتعلق بوظيفه المقدمه في تحليل النص وربما بتغريقه او باخرى كذلك في المقال. هناك وظيفة بيانية فهي تبين مدى قدرة التلميذ على تنزيل القضية الرئيسية في إطارها الفكري أو الحضاري أو التاريخي وظيفة منهجية أن يثبت التلميذ قدرته على تصور سليم لتمشيات التعاطي مع تلك القضية وتدرج فيها تحليلا ونقدا وكذلك وظيفة تمهيدية فالمقدمة هي مقدمة لا يمكن ان تكون بديلا عن الجوهر وليست بديلا على خاتمه فبالتالي نحترم هذه الحدود ونحترم هذه السيفه في المقدمه التي هي التمهيد المقدمه هي واجهه الموضوع وبمدى وضوحها ودقتها يتاثر التحليل ايجابا وسلبا ومع ذلك فهي تمهيد للجوهر وليست بديلا عنه لذا لا اطاله فيها ولا شواهد ولا استدلال وهذه اخطاء منهجيه في واقع الأمر دعني أقول بين ظفرين قاتلة بالمعنى العلم دائما في نفس السياق الجوهر هو في طبعا في تحليل النص هو تحليل العناصر التي حددها صاحب التحرير التلميذ لنفسه في كتاب مقدمه تحريره مع اعاده مع مراعاه الاسئله الموجهه للتحليل التي ذيل بها النص ويمكن حسرة في الخطوات التاليه. اولا التحليل. التحليل الداخلي وهو ما يرتبط بدلالات النص ويكون التحليل الداخلي بتقنيتين او باليتين. التقنيه الاولى وهي او الاليه الاولى هي اليه مباشرة التعامل مع بنيه النص وتفهم دلالاتها وتفكيك الوحدات المعنويه النصي تعرف طبيعه المواقف التي طرحها النص، هذا اشتغال على النص وعلى مفرداته وعلى المصرح به في النص. ثم اليه غير مباشره وهي اكتشاف سياقات النص او ما يخفيه او ما يمكن ان يخفيه النص من مسكوت عنه في فنتبين هذا نكتشف هذه المسكوت عنه ونتبين كيفيات الطرح والاستفاده منها لتصور النتائج التي يمكن استخلاصها لاحقا، استخلاصها لاحقا. اذا تحليل في مستوى النص مباشره من خلال بنيته اللغويه وبنيته الفكريه وتم وتحليل غير مباشر من خلال اكتشاف خفايا النص ان صح التعبير. نتكلم عن التحليل الخارجي وهو ضروري ومهم ويعكس اطلاع التلميذ على المدروس وعلى ما يمكن كذلك ان ينتمي لثقافه التلميذ واطلاعه واعداده المسبق التحليل الخارجي وصل الافكار المحوريه للنص بما هو خارجه في نفس السياق وتعرف مدى انسجام مضامين النص ومواقف الكاتب مع الظروف المحيطه بانتاجه زمانا ومكانا وحوادثا تنزيل افكار النص في الواقع وبيان مدى تأثر الواقع بتلك الأفكار أو التأثير فيه أو التأثير بيان تنزيل أفكار النص في الواقع وبيان مدى تأثرها به أو تأثره بها ملاحظات منهجية تتعلق بالجوهر يجب توجيه التحليل من الداخل نحو الإجابة عن الأسئلة التالية هذه كضوابط منهجية أولاً أن نبين ماذا قال الكاتب كيف قال ما قاله؟ ما دلاله اختياره لهذه الكيفيه في القول؟ ماذا يعني بقوله او مواقفه؟ لماذا قال ما قاله؟ او ما هي الرسائل المستبطنه للنص، المستبطنه للنص. وفي اطار التحليل من الخارج او تجاوزه يشترط في توظيف المعلومات من المدروس أو المكتسبات القبلية فكريا أو اجتماعيا عدم الانقياد إلى السرد الممل الخروج عن الموضوع الاستطراد المخل دعنا نقول كل ما لا يضيف جديدا للتحليل فهو دخيل عن التحليل فهو دخيل عن التحليل ويحمل آه لا نريد أن نتكلم بلغة الأعداد ولا التصحيح لكن في البكالوريا يمكن أن نتكلم بهذا المنطق فكل ما لا يخدم الموضوع يحسب ضد الموضوع يحسب ضد الموضوع ويقيم سلبا لدى المصح ثانيا النقد أو النقاش يكون النقد بتقويم الأفكار والمواقف الواردة في النص من خلال مجموعة من الاليات او الطرق بابراز مدى قيمتها في زمانها من باب الموضوعيه فلا نسقط ثقافتنا ولا معكون ولا كذا على زمن غير زماننا اذا كان النص تراثيا او يتحدث عن زمن مغاير فلا نحلله بمنطق هذا الزمن مدى تعبيرها تلك الافكار عن الواقع الذي انتجها مدى صلاحيتها للراهن الفكري والاجتماعي وإمكان تنزيلها فيه جزئيا أو كليا أو حتى مقصديا إن لم يكن بالإمكان أن ننزلها مباشرة إذا كانت المفارقة بعيدة بين زمن يعني نشأة هذه الأفكار وتشكلها وبين زمانين النقد له وجوه عديدة منها النقد بالتأييد أي تأييد أفكار النص كثير منا وكثير من تلامذتنا وتلميذاتنا يفهمون أن النقد يجب أن تتكلف معارضة النص، وهذا طبعاً خطأ، النقد أن نبين ما في النص من نقاط قوة وضعف. فأن نتبنى ونؤيد أفكار النص ومواقف الكاتب، كاتب النص، وإحنا نتكلم عن النص ولا يهمنا الكاتب إلا إذا كان الأمر فعلاً متصل ببنية فكرية العالم فيها هو كاتب النص. مثلا انا فقد يكون الامر يعني عند ذلك ننقد الكاتب لا النقد بالاعتراض على بعض الافكار والمواقف بمناقشه ما فيها من ضعف او تهافت او عدم موضوعيه او مبالغه او مثاليه وقس على ذلك ما تريد كذلك النقد بالجمع بين التاييد والاعتراض ونحن اصلا ثقافتنا ثقافه الوسطيه فيجب دائما ان نبحث على ما يمكن ان يجمع ونبني ثقافه تالفيه لدى تلاميذتك كذلك هناك من الناحيه المنهجيه في تحليل النص بعض التوجيهات المنهجيه النص يجب ان نعتمد يجب ان نعتمد فيه التحليل المحوري الذي يقوم على رصد الافكار وترتيبها حسب اهميتها ان ناخذ الافكار الجوهريه والاساسيه فنحللها ثم الافكار الفرعيه ثم الافكار الثانويه الارتباط بدلاله النص الظاهره والخفيه من النص ننطلق والى النص نعود كثير من التلاميذ يعتبرون النص مجرد وثيقه لتحديد اشكاليه ثم ياخذ الاشكاليه ويصبح يتعامل معه كتعامله مع المقال وهذا خلط منهجي بين وواضح آه واذا خرجنا طبعا على ذلك المنطق ثم احتمال كبير ان ندخل في الحشو والاستطراد والاسقاط والخروج على النص. تجنب الطريقه الخطيه التي تقوم على تحليل النص كلمه كلمه وجمله جمله ولغير ذلك او محاكاه ما فيه. ومع الأسف ما زلنا نجد في اختبارات أبنائنا في إصلاح البكالوريا مثل هذه المعالجات مما يؤدي إلى سلخ النص كما قلنا او محاكاة ما فيه ولا تسمح باي اضافه قابله للتقييم. الجوهر كذلك وان كنا هنا سنعود الى النقد الوجه الرابع من النقد اللي هو النقد بالمقارنه من خلال وضع صاحب التحليل افكار الكاتب ومواقفه في ظروف وتجارب ورؤى مغايره. تبرز معقوليتها واهميتها وعلميتها من عدم كل ذلك. التاليف وهي خطوه اخيره في تحليل النصوص يقوم التاليف على امرين اساسيين وهما اعاده صوغ الوحدات المعنويه للنص صوغا تاليفيا يبرز المسكوت عنه ويؤكد ما يكون في حاجة للتأكيد بالأدلة والشواهد وليس بالعاطفة ولا بالذوقية ولا بالحماسة ولا هذه الأشياء المستمدة من النص ذاته ثم الانفتاح على نصوص أخرى للكاتب إن وجدت وكان للتلميذ اطلاع عليه. يفضي التأليف إلى إنتاج نص جديد فيه إضافة فيه برورة لرأي الكاتب فيه مواقف وفيه استقصاء للدوافع والمبررات التي حملته على تبني الفكره موضوع تحليلي او رفض في مجال النقدي لا بد كذلك ان ننبه انه يجب ضروره تجنب صاحب التحرير اي التلميذ منطق التعصب ومنطق التحيز ومنطق رفض الحق في الاختلاف والتنوع والانطباعات الاخلاقيه والاحكام الأخلاقية بالتالي لا أيديولوجية فالتحليل هو مسألة علمية يجب أن نحافظ على علميتها بما هي عمل موضوعي وغير قابل للتوظيف في الخاتمة خاتمة تحليل النص في واقع الأمر هي لا تختلف كثيرا على لأجل ذلك لن نطيل فيها كثيرا لا تختلف كثيرا عن خاتمة تحليل المقال ولكن تتميز عنه بأنها إبراز قيمة النص وتأكيد أهميته بذكر من عارضه من المفكرين وبيان النقائص والمطاعن التي أخذوه بها بها إن وجدت إن وجدت والبقية هي حسيلة النتائج المتوصل إليها وإمكانية فتح الأفاق على مجالات أوسع استشراف للمستقبلي أو عولمة أو أنسنة للقضية لأن قضيانا نحن جزء من العالم والعالم قرية صغيرة فقضايانا لها امتدادات وقضايا الآخرين لها امتدادات عندنا وقضايانا لها امتدادات لديهم إذا أمثلة من الخاتمات المخالف للمنهج وهي كثيرة بين قوسين الخاتمة التداركية وهي خاتمة يكدس فيها التلميذ معلومات أو شواهد أو استدلالات أو أحيانا أفكارا غفل عن إدراجها في الجوهر وهذا طبعا مخالفة منهجية مرفوضة وهي خاتمة فاشلة الخاتمة العاطفية التي تحتوي على التمجيد أو التنديد بعبارات فضفاضة بعيدة عن الموضوعية وليس ذات معنى قابل للتقييم كما قلنا أكثر من مرة الخاتمة التناقضية أن يتخذ التلميذ في سياق التحليل موقفاً ويأتي في الخاتمة وينسفه ينسفه بأن يذكر موقفا معاكسا تماما لذلك أو أن يعود بنا إلى نقطة الصفر التي يفترض أنه انطلق منها ويعيد طرح السؤال كما كما لو أنه لم يكن بصدد تحليله عموما ندخل في المرحلة الثالثة لأنه لا استطيع أن نتكلم عن منهجية دون أن نتحدث عن محاذير منهجيه او نوجه الى نقاط قوه منهجيه لاجل ذلك سنتكلم عن ملاحظات منهجيه في اربع نقاط، النقطه الاولى مرحله القراءه وحسم الاختيار. عندما توضع ورقه الاختبار امام التلميذ سيجد فيها مقالا ونصا ويطلب منه ان يتناول احدهما على سبيل الاختيار. كيف ساختار؟ اعطاء اهميه قصوى لمراجعه لمرحله استكشاف ما تضمن ما تتضمنه ورقه الاختبار من اسئله بالقراءه الواعيه وذلك باتباع الخطوات التاليه وهي في مستوى المقال قراءة المعطى والمطلوب أكثر من مرة مع الانتباه إلى عامل اللغة. وكثير من التلاميذ يعني يؤتون من ضعفهم اللغوي فيفهم اللغة خطأ بالتالي يفهم الموضوع خطأ وينساق وفي تحليل موضوع على أساس الخطأ من البداية كذلك الصياغات لا بد أن ننتبه إلى الصياغات إذا كان ثم لا في الموضوع وأنت لم تنتبه لها وحولت النفي إلى إثبات فأنت خارج الموضوع وهي أخطاء تقع كذلك السياقات للأصول أو لتحقيق النتائج التالية أولا ضبط الإشكالية المطروحة بالدقة الكافية وتحديد الاشكاليه هي فن فن منهجي يجب ان يتقنه التلميذ وبطبيعه من خلال الدربه والميران على المنهجيه وسنتكلم في ذلك وضع تصور اولي للماده المعرفيه او المعلومات الكافيه لمعالجه المطلوب في رؤوس اقلام يعني يجب التلميذ ان نخصص مسوده لهذه القراءه ويسجل فيها هذه الملاحظات التي نتكلم عنها تفقد مكتسباتك اي التلميذ من المؤيدات والشواهد والاستدلالات التي يستوجبها التحليل في مختلف مراحله ضبط منهج معالجه للمطلوب استنادا للطبيعه المنهجيه للمقال المقترح جدلي ثنائي استقرائي فبهذه الخطوات التمهيديه تقيم تقريبا قدرتك على انك تتورط في تحليل المقال او انك تعدل عنه وتذهب الى النص انت في كل الحالات يجب كذلك ان تقرا النص حتى ولو استشعرت في نفسك من قراءتك للمقال انك قادر او انك بامكانك ان تضيف في في اختيارك للمقال، بالتالي يجب ان تقرا كذلك المقال. النص قراءه النص مرتين او ثلاث للوقوف على المسائل التاليه فهم الأسئلة وفهم تدرجها ويكون تدرجها نحو التالي، هذا بين قوسين. السؤال الأول في في الأسئلة المذيلة النص يتعلق بالفهم العام للنص ويقوم ويقود إلى فهم إشكالية إشكاليته المركزية. السؤال الثاني هو ذو طبيعة تحليلية ينفتح على بعض المسائل المتفرعة عن الإشكالية ويقود إلى تحليل أفكار النص الرئيسية وما يتفرع عنها يعني التحليل بطريقة عملية وإجرائية يعني تقريبا يبدأ مع السؤال الثاني السؤال الثالث هو سؤال في العادة نقدي يقود إلى تجاوز النص وإبراز الموقف الشخصي للتلميذ وكل ما يمكن أن يكون نقدا يتعلق بما ورد في النص من أفكار ومشابه وهذا يؤدي كذلك إلى نتائج منها ضبط الفكرة أو الأفكار المحورية للنص وتمييزها عن أفكار التكميلية أو الثانوية أو الفرعية ضبط إشكالية النص موضوع التحليل المطلوب وضع تصور أولي لعناصر التحليل يعني تقريبا نفس النتائج اللي سنجدها في التي وجدناها في المقال وضع تصور أولي للمادة المعرفية أو المعلومات الكافية في رؤوس أقلام التعرف على المؤيدات والشواهد والاستدلالات الممكنة من داخل النص وخارجه لمعالجة المطلوب وتكوين تصور للمدخل المناسب لطرق الموضوع والنفاذ إلى مفاصل التحليل حسم الاختيار هو مرحلة هامة لا يجوز فيها التسرع وسنتكلم بعد قليل على الوقت الافتراضي للتفكير قبل أن نجازف باختيار الموضوع أو النص المقال أو النص فبالتالي كما لا يجوز فيها لنا أن نهدر فيها الوقت ونضيع الوقت ليس من المعقول أن يأخذ ساعة كاملة وأنا أفكر باش نعمل المقال ولا النص فلن تجد بعد ذلك قدرة على إتمام الموضوع في الأجيال والتوقيت الرسمي لأجل ذلك التخطيط التخطيط مفهومه الحضارات تبنى فكريا وماديا عاد الدقه في التخطيط، اذا كان التخطيط جيدا فانه هناك امكانيه لنجاح ويتقدم، واذا كان التخطيط مضطربا او مختلا فيؤثر كذلك سلبا على عمل المعرفي والمنهجي. مقا اولا مفهومه قلنا ما يعتمد من تصورات معرفيه ومنهجيه لتحليل فكره ما. مقوماته من الناحيه المعرفيه اعتماد شبكه معارف ومعلومات متصله باتصال مباشر بالمطلوب واغفال ما عدا ذلك مهما كان، كيف ساعرف المسوده هي التي ستحدد ما هو مطلوب وما هو ليس مطلوب وما هو تحتاجه وما لا تحتاجه من افكار. منهجيا تقسيم المعالجه الى وحدات التخطيط هو الذي يخولني هذا التقسيم في مراحله المختلفه ووضع عناصر منفصلة منهجيا ومتصلة معرفيا للمعالج مراعاة صيغ الاسئلة جدلية، ثنائية استقرائية خاصة في المقال التحرير وحسن العرف هذا كذلك لابد أن ننبه إليه للجانب الشكلي محاذيره التي قد تؤثر على سلامة المنهج وقيمة الأفكار تحريرا وتحليلا ولأجل ذلك يتعين الحذر من رداءة الخط ورداءة الخط أنواع رداءة خط تتعب المصحح للأصول إلى مراد التلميذ ورداءة خط تمنع المصحح أصلا أنه يصل إلى أفكار التلميذ وماذا يريد أن يقول وبالتالي تكون النتائج سلبية في حق التلميذ غياب علامات التنقيط من تعجب واستفهام وتنصيص وجمل اعتراضية لأنها تساعد في الفهم ولها اشاراتها الايجابيه على تمكن التلميذ من منهج التحليل وقيمه الافكار لانه يعرف حدود الفكره فيؤشر على ذلك الاخطاء اللغويه والتعبيريه والتركيبيه التي قد يستحيل معها احيانا فهم قصد التلميذ مما يكتب وتكديس المعارف والمعلومات بما يغيب حدود الافكار لذا ننصح باعتماد نظام الفقرات أخيرا التصرف في التوقيت المخص فننصح أو يستحسن أن يعتمد الممتحن ساعة يدوية لإحكام التصرف في التوقيت وتقسيمه بحيث ينتهي عمله في مراحل في مراحله المختلفة في الأجيال المقررة دون عجلة أو إهدار للوقت ويمكن تقسيم الوقت كاقتراح كاقتراح على النحو التالي توقيت القراءة وحسم الاختيار حوالي 20 دقيقة تزيد وتنقص اذا زادت طبعا ستؤثر على واذا نقصت سنربح في النقاط المواليه توقيت كتابه المسوده او مسوده وتنظيم المعلومات حوالي 40 دقيقه هذه ساعه بين القراءه والاختيار وبين كتابه المسوده اذا تجاوزت الساعه ولم تنهي مسودتك الافضل انك تبدا بالتحرير وبعد ذلك اذا انهيت ما فيه ما في المسوده ترجع وتخصص وقت اضافي للمسوده وتخصص له الوقت الكافي لنقله في الورقه الرسميه للامتحان. اما انك تنجز ساعه كامله يعني يعني ساعه ونصف وانت تسود معلومات الاختبار فلا اظن ان نصف ساعه ستمنحك الفرصه انك تنهي اختبارك في التوقيت وتسلم الورقه منقوصه وبالتالي سيعتبر العمل مبتورا منهجيا ومعرفيا. الكتابة في الورقة الرسمية للامتحان حوالي 45 دقيقة ومراجعة ما كتب وإصلاح الأخطاء وتحسين وضع وشكل الورقة بتدارك يعني تدارك بعض الخدوش وهذه الأشياء حوالي 15 دقيقة وهذا مجموعه اللي هو توقيت آه الاختبار اختبار مدى التفكير الإسلامي في البكالوريا قبل الشكر وقبل تحياتكم عن متابعة لابد أن نقول أن المنهجية ليست درسا ولا مداخلة ولا محاضرة تلقى بقدر ما هي ضربة ومران واشتغال على موضوعات حقيقية وهي تراكمات من التجارب عبر سنوات في التمدرس ولذلك ننصح التلاميذ أن يكثفوا من إنجاز الفردي للموضوعات والنصوص وتحليل المقالات واذا فاتهم ذلك يعني في ما سبق فلا يفشلون ولا تذهب ريحهم بامكانهم الان مثلا وهم مقبلون على امتحان البكالوريا انهم يعني يدخلون الى الشبكه التربويه لوزاره التربيه ويطلعون على الموضوعات القديمه التي طرحت في البكالوريا ومقاييس الاصلاح ويشتغلون عليها انجازا واصلاحا ذاتيا فهذا يمكن ان يعني من خلاله يتداركون بعض النقص في الضربه على التحليل سواء في المقالات او في في تحرير المقالات او في تحليل النصوص. شكرا وارجو ان نكون قد افدناكم بهذه الملاحظات والى اللقاء في مداخله اخرى ان شاء الله.